قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. دل على أن الإيمان يزيد، وهم يقولون لا ما يزيد، هو شيء واحد ما يزيد في القلب ما يزيد. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. ذكر الأعمال وحصر الإيمان في هؤلاء. إنما المؤمنون، ذكر أقوالا وذكر أعمالا في الإيمان: قام الصلاة وإيتاء الزكاة ووجل القلوب، هو الإيمان. أدل على أنه يزيد بالطاعة، يزيد بالصلاة، يزيد بالزكاة، يزيد بتلاوة القرآن، يزيد. وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، دل على أن الإيمان يزيد. وكذلك ينقص، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فدل على أن الإيمان له أعلى وله أدنى، له أعلى وله أدنى. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. دل على أن الإيمان يضعف وينقص. وقال وفي الحديث: أخرجوا من النار من في قلبه مثقال أو أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. دل على أن الإيمان ينقص حتى يكون مثل حبة الخردل، ينقص. الناس ليسوا سواء في الإيمان، بعضهم أقوى إيمانا من بعض. المرجئة يقولون لا، أهله في أصله سواء، يقولون لا فرق بين إيمان أبي بكر الصديق وإيمان الفاسق من الناس، كلهم مؤمنون، مؤمنون، لكن هذا إيمانه يعدل الجبال، وهذا إيمانه ما يعدل مثقال ذرة، مثقال ذرة من أو حبة من خردل. لا سوى بينهم، لا سوى بين أهل الإيمان، فهو يزيد وينقص. هذا معنى قولهم: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كل ما أطاع المسلم ربه زاد إيمانه، وكل ما عصى ربه نقص إيمانه. هذا هو المذهب الحق، وهذا هو تعريف الإيمان، التعريف الصحيح. نعم.